نسينا أن نذكر ولو أن مش بالضرورة، وهي قضية أن الأحناف عندهم واجبة، الضحية واجبة، أما المذاهب الثلاثة كما ذكرنا يعني سنة مؤكدة، سنة عين مؤكدة، أما الأحناف الإمام أبو حنيفة رحمه الله فيرى وجوبها، نعم، فهو عند واجبة وفرض على القادر عليها، أما غير القادر فليست فرضا عليه لا في مذهب الأحناف وليست سنة حتى في بقية المذاهب.